السلام. اخوان السلام عليكم. هاي الخوت واحد الماكينه مولات النجمه, مولات النجمه. معروفه في الجي 140 شا ها 140 هاي جروب دايره. شوفوا قداش بارك 140 تيجات كبار يا عمو. شوف تيجات عند الله وما بارك هنا راه دابا الخوت هادي مفهمه يتعاب من ناحيه 140 بالنسبه للدراري هنا في كازا راه مابقاتش خدامه. يعني واحد هنا في كازا راكم عارفين الحمله دابا اللي ولات مع مر الوقت البوليس. هاد الماكينه اللي غيشري هاد الموطور مولات النجمه كيف ما بغى يكون مارك ديالو ماشي ندوك راه حنا السميه ديال الشركه. بقاو بعاد على هادشي اللي علينا ونوصلوا لكم المعلومه. والباقي اخويا تقلب على راسك انت واش عارف مولات النجمه ديالك. ما علينا الماكينه ديالها اللهم بارك فهمتي. الموطور ديالها راه عنده سمعه طيبه في السوق. انما راه ممكن انك تركب ليه لا سيكونس يعني تبغى تقول نرجعوه 50 ما تركبش ليه 50 غتقول غير ركب ليه السيلان ديال 70 راهو هذا ديال 70 مطبوعه فيه 49 شو قداش تبارك الله الحفره ديالو ها هما. يعني هذا كينفس الموطور ومع مال الوقت كيشوفوه كيبان لهم صغير من هنا شي كيبان انه بحال الشكل ديال 49 وكيبقى يسكت وفي الطريق كيعطيك ما خدامش لهاد الماكينه ما يركبش ليها. غتقول غير ركب 110 مطبوعه فيها 49 ما خداماش لهاد الماكينه. غتقول غادي نركب 125 ما خداماش لهاد الماكينه. علاش تقول لي باش تتحكم؟ شوف هاد التيجات هادو كيفاش تبارك الله. هادو ناضو يديرو ديك الفهامه ديال والو دا عند التور وسع ليه حتى دابا ديال 70 ممكن تكون شويه صعبه بحال. وسع ثاني هنا وسع ثاني هنا وسع ثاني هنا. جاو ركبو السيد ديما راه وي الموطور ناضي اللهم بارك كيركب عليه ديبار كلشي مزيان. وعلاش جابو؟ جابو قال لك يلاه ضربت به مع شي 40 كيلومتر ولا فيه تقرقيط وكيلو حزيت. دابا حنا ملي حلينا المعلم بحال كيقلب بحال هكا شوفوا الخوش شوفوا الاحتراق فيه. شوف 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 شو التراساج كيحرق الفوق. جاتنا فيه ظاهر ان الموتور كيحرق الفوق الاحتراق خصو يكون هنايا. شوف شوف فين طالع يعني كيف هو يمشي بلاصه خاصو يهود هنا خصو هادشي اللي كطالع الفوق خصو يكون هنا لتحت. الموتور كيف هو يمشي لينا في شي بلاصه. ملي كنقلب حتى كنلقى باش بغا نبدل ليه بيستون بعدا هو الاول. ما علينا دابا كنلقى هاد الخبير ديال التور هذا اللي يخدم لي هادشي ديال التور فاش بدا كيتقب هادي مع هادي مع هادي مع هادي جا لهادي هو صبلها. دابا كاينه الثقبه هادي ديال شي السيركو ديال الزيت هادي اللي كدوز لينا الزيت الكيلاس كيمشي كي سيركي لينا تما في الكيلاس باش يكون سيركو ديال الزيت. جا هنا دابا كيضرب هو الثقب ما عرفتش واش كتبان لكم هنا الثقبه ولا لا. بلاش انا غندير فلاش في التليفون الاخر وغادي تشوف الثقبه. دابا ولا الزيت كيطلع لينا هنا بلاش هاي 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 راي شيا مول تشوفو هنايا خوش راي هنا تقب تما وسع تما راه كيبان لكم الضو شيا ولا كيخرج الزيت من هذيك التقبه وريهم ودير فراك الزيت اللي كان خصو يمشي غير هنايا كيمشي في واحد نوريك ولا كيخرج هاي هاي بلاصه ديالك شيا واحد لانين هادي شيا كيرجع الزيت من هنا كيمشي الزيت معاه ها ومن كيخرج كيمشي للكيلاس. دابا تخيلوا معايا خوت الزيت هادي هي الطريق ديالو ولا كيطلع لينا حنا هنا جي التيج جي التيج ولا اش كيدير؟ ولا كيخرج من جي التيج ولا كيخرج الزيت من هنايا من جوان كيلاس ولا كيخرج من الجوان ديال التحت ولا من هنا ومن هنا بجوج هاد التيج ولا كيخرج مع التيج من هنا. ها السيركوي ديال الزيت ها هي الثقبه هادي منين تقب الشرك هذا مع هذا ولا تتلوح الزيت من هنا ولا تتلوح الزيت من هنا. نوصلوا لكم الخوت الناس ديال كازا المودول اللي عندهم الحملة ما يلعب عندهم صداع على هادشي ديال الريباراسيون 140 راه ما خداماش ليكم بتاتا. 140 خدامة انك تركب لها 140 تضرب بها جبال تسافر بها تمشي بها لمكة. هادي راه تمشي تحج بها فيها كاينة ديال 140 تركب لها سيلان وكيلاص 140 هادور اخويا العالم سير فيما بغيت اللهم بارك مزيانة ديال بصح طريق وسفر وكلشي خاصهاش معلم يكون مريقل مريقل لك 140 ورجل في الكيربير شو. اما خويا تقول حكا غناخذها ونديباني بها هنايا وندير لها غير 70 ما خداماش اخويا 70 هاي النتيجه غطيع فلوس. والكيربير شو قداش؟ الكيربير شو راه كبيره. الكيربير شو شوف غتكون دي بي زد 20 ولا بي زد 22 المهم علينا حنا غرضنا دابا نمشي بالكيربير شو. فيها كيربير شو كبيره. نوصلوا لكم هي المعلومه الاخوان شوف معايا الاخ عادل شوف دابا راه 70 ما غاديش تخدم لكم 140 110 تاعي ما تخدمش لكم 140 ضروري خصنا نوسعو بلاصة التيجات ضروري غتدي السيلان الا شريتي 110 ولا 70 تدي وتوسع ولا حاجه وحده. ونقول لكم واحد الحاجه اخرى 125
حتى هي غتديها عند الثور هو يضربها يوسع لها ضروري فهمت. دابا الثور خصو يكون حريفي من بلي يوسع ما يشركش الكد السينا هذا واخا يكون حريفي حتى هذه 70 هو صغير والحجم ديالو 11 ساعه في الاخر ضرب ليها فاش وسع بلاصه الزيت فاش وسع ضرب شوف شحال اللي سباس ما بين هذه وهذه وجافا هنا هما كيبان لك هنا قراب شوف شوف هنا هما قراب هنا هما بعيد وراه مسيلان العادي راه مسيلان العادي ندير له السيلان العادي ها هو 110 هذا خذ شوف شوف هذا راه 110 هنا هما بعيد ماشي شوف هذا ما واسع ما واسع شوف الحفاري قداش شكون الحفاري الكبار شوفوا معايا هاد 4 الحفاري واحد جوج ثلاثة أربعة شوفوا هاد شو الحفاري نورمالمون شكونوا بحال هاك شوف قداش ولا هات هادي دابا هو دابا فين كيدخل كيدخل حتى لهنا وكيتفرانا حيت هنا كبير اسمح لي هنا ها هو كيدخل هنا كامل حتى لهنا كيجي هنا وكيتبلوكا صافي تبلوكا هنا ها هو ما غيدخلش ما يدخلش يركبوا لا لا ما يدخلش ما حيدو لك واحد نسرا كيما كانت شي كيوصلت انا هنا وكيفراني المهم حاجه وحده الا خرجوا ليه لا نشرحوا لكم لا شوف حاجه وحده الا خرجوا سنان 110 ديال هذه الماكينه يغيروا فيه بلاصه الاتجاهات ولا 70 يغيروا فيه بلاصه الاتجاهات اما لا جيتي تقمتي راه